جزائر الأحرار، جزائر الثوار، مكة الثوار. ماشي، أنا اللي قلتها ولا الجزائري آخر طرف؟ لا، باتريس لومومبا قالها نكرومة، قالوها ثوار كبار. الجزائر قبلة الثوار، هذه الجزائر قبلة الثوار، ولات ديما روتار. اي نعم، عايشة في الروتار. ناس داروا مسيرات خيجوا بها العالم، والجزائر ساكتة. ومن بعد عملوا مسيرة وقال خلاص ستوب إيكا، ما نزيدوش. ناس بعثة مساعدات إنسانية، ويشوف باللي شوفوا الحرام يوصلوا. المغرب بعث مساعدات إنسانية، هو أول بلد عربي اللي بعث مساعدات إنسانية لغزة. الطائرات المغربية ما سمحوا لهاش، اللي مد مديا، اسمع مليح، هذه الطائرات المغربية اللي حاملة مساعدة إنسانية لغزة ما فتحوا لهاش المجال الجو. أنا مشي ضرب التور دي موند ملي تقبل لي راني مع فلسطينية ولد حرام، تقول لي مع فلسطين ظالمة ومظلومة، على من تكذب على من تضحك؟ ضحك غير على روحك. الطائرات المغربية اللي حاملة مساعدات إنسانية لغزة ما يخليهاش تعبر المجال الجوي الجزائري، على الأقل خلي يكون لك شارف أنك شميت ريحة المساعدات اللي رايحة لغزة. أقل شيء المفروض رانا سبقنا نروح قبل. أنا قالك اليوم السبت، الله يملي هذه، نقراها لكم في صحف الأردن. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، يعني يوم، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى مطار العريش في مصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وتمثل المساعدة الجزائرية حسب ما ذكره بيان للرئاسة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، وسيتم إيصالها عن طريق جسر جوي مكون من طائرة تابعة للقوات الجوية. وتعبر هذه المساعدات العاجلة، وش عاجلة؟ لاربيتر صفر لافين دو ماتش، راهم فتحوا اليوم المعبر وعاودوا غلقوه، وش بيك انت؟ 20 كاميون جازوا قال لهم ستوب خلاص، وين راكم؟ وقتاش راح يوصلوا دابور؟ وقتاش قلعوا؟ اليوم امر، غدوا باش يبداو يعمروا الكوامن. مسخرتا من راكم تضحكوا؟ تلحقوا السمانه الجايه ولا ما نستنى وقتاش يورو لنا؟ شوفوا، زيد نعطيكم نقطه اخرى، باش يبعثوا مساعدات غذائيه وجابين رئاسه الجمهوريه. ايش علاش بين رئاسة الجمهورية يعبر عن رفض الجزائر المشاركة في قمة القاهرة؟ علاش؟ بعد ما دعاك الرفض هذا اللي قالوا عليه ما جاش حتى في الصحافة الحكومية ولا في التلفزيونات الجزائرية، التلفزيونات الحكومية والو، لأنه ما كاش منها. دونك نرجعوا لحكاية المساعدات. الجزائر ثاني صرات لها كما المسيرات في الدقيقة الأخرى، والمساعدات يصفر لاربيتر لافين دو ماتش. الجزائر بدات تشوف داخلة، بدات تشوف مون ذاك الوقت. شنو المساعدات؟ انت لو غدوة يزيدوا ياخذوا قرار قال زيد افتح المعبر يلحق من دول أوروبية، زيد دخلوا إنه قل 20 كيلو خلاص. زيد وقتاش توصل طائرة الجزائر المساعدة الجزائرية؟ يلزم هذا بور جيب الكوام نتعمرهم، ديرهم بوفاريك، بوفاريك تركب في الطيارات، مش غادي ماشي حكاية الخروط تاع اللي قالوا أنا موجودين ثلاث طيارات للمغرب ويا ما كان والو. هنا لازم تبان، لازمها تبان اللعنة. دونك تدير بوفاريك
ونقول له يا سيدي ايا غدوة كل شيء نعرفه كيف اسمع رأيه سيدي سمير مارك يتعمروا هذا يتعمر على الأقل 3 فيارات يأخذك أقل شيء 3 فيارات أقل شيء يعني 3 فيارات قالوا جسر جوي تقاعد بينا تعرف شو معنى جسر جوي طيارات ماشية جاية هذا هو الجسر الجوي طيارات ماشية جاية بعدين طيارة إلى زوج تقول لي جسر جوي تكبروا فيها دونك يقولوا دون لو مير ديتا ويهبطوا في مصر لا عليش وكاين طيارة أخرين ديجا راهم هبطوا بعد باش يديهم يروحوا لسينا لغزة روحوا على الأقل شي 4 أيام باريش الله لا يقدر يكون الجيش الإسرائيلي اكتساح غزة ويقول لك كدي الزيت ديالك والدقيق ديالك والخيم ديالك هادو كامل اديهم زيدهم على حالك ايه يقول لك اديهم زيدهم على حالك حلو مشاكلكم مع الشعب الجزائري قبل كل شيء واحسن حل تحلو مع الشعب الجزائري انكم ترحلوا انكم بهذلتوا بالجزائر في الخارج وفي الداخل في الداخل الشعب الجزائري ما هوش ساكتلكم ما هوش ناسيلكم الشي اللي راكم ديروا فيه ودرك نشوفوا واش اللي حدث صور لي ما جاتش في التلفزيونات تاع قنوات العرب الاستعمار بعثوا لنا اخوان وتشوفوا واش حدث نهار الخميس امام مقر البرلمان وهذا بعد شيء